أفضل عبادة وأفضل طاعة هي الصلاة. لما كانت أفضل الطاعات وأفضل العبادات أنزل الله النص في الصلاة، قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، بعدين فصلى. لا يصلي إلا بعد الذكر، فتزكية النفس هي تطهيرها من الذنوب، وذكر اسم الله، ذكر اسم الله وذكر اسم ربه. يعني بدأ تفسير الآية ولا صريحة؟ بدأ تفسير ولا مكشوف بينه؟ قد أفلح من تزكى، يعني طهر نفسه من محبة الدنيا، من محبة الشهوات، من محبة الميول لغير الله، ثم ذكر اسم الله، ذكر اسم ربه. ما قال ذكر لا إله إلا الله، عين الاسم. أي اسم؟ عندما يطلق الاسم يطلق اسم الذات، أما الأسماء البقية هي صفات لله، فعندما يطلق الاسم قصد به ذكر الذات، اسم الذات. وذكر اسم ربه بعدين صلى. إذا صلى بعد حضور القلب مع الله، لأن اسم الله في القلب وليس اسم الله في اللسان. فلما كان اسم الله في القلب يعني حضر القلب مع الله، ثم قام ليصل قلبه ويصل محادثته مع الله، فقلب حاضر مع الله ولسان يحدث الله جل وعلا بكلامه. هذا أفضل العبادات.